أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ولدت هيتي غرين في 21 من نوفمبر من عام 1834 في نيو بيتفورد في ماساتشوستس لأسرة غنية من طائفة الكواكر المسيحية. حينما ازدادت حالة والدتها سوءا، تكلف أبوها وجدها برعايتها حيث ربوها على احترام المال. ارتبطت هيتي غرين بجدها بشدة خلال فترة الطفولة، فكانت وهي في سن السادسة تقرأ له أخبار المال وتقارير البورصة. وعند بلوغها سن العاشرة عملت كسكرتيرة لجدها في شركته، فكانت تكتب له الرسائل وتشارك في اجتماعاته التجارية التي كان يجريها مع العملاء والتجار، مما مكنها من اقتحام عالم البورصة في سن مبكر. قالت تقارير إعلامية أنه عندما كانت هيتي غرين في سن العشرين، اشترى لها والدها خزانة ملابس ضمت العديد من الأسياء الفاخرة حتى تتأنق وتحصل على زوج جيد، إلا أنها باعت كل الملابس واستخدمت المال في الاستثمار. عملت هيتي غرين في العقارات وشراء الأراضي، وخاصة التي كان يتوقع تحولها إلى مسارات للسكك الحديدية، كما قدمت القروض للبنوك المتعثرة والمدن التي تعاني من أزمات مالية. في سن 33 تزوجت هيتي من إدوارد هنري غرين الذي ينحدر من عائلة ثرية في ولاية فيرمونت. وجعلته يوقع على تعهد للتخلي عن جميع حقوقه في الإرث من مالها قبل الزواج في 11 من يوليو من عام 1867. كانت هيتي غرين قد احتفظت بمالها بعيداً عن متناول يد زوجها، مما أدى إلى توتر العلاقة بينهما ومغادرة الزوج للبيت في وقت لاحق، لكن عندما مرض تولت هي الرعاية به قبل وفاته. رغم ثرائها الفاحش، إلا أنها كانت بخيلة في صرف المال، حيث أنها كانت ترتدي هي وأطفالها ملابس مستعملة، وكانوا يعيشون في شقة بسيطة ومتواضعة، وذلك تجنبا لدفع الضرائب. كانت وجبتها اليومية على الغداء هي الشوفان التي تسخنه على المدفأة، كما كانت تبحث في أماكن عديدة التي تقدم العلاج المجاني. في لقاء صحفي لها صرحت هيتي غرين: أنا لست بخيلة ولست بامرأة صعبة، فأنا ببساطة من طائفة الكواكر وأحاول الالتزام بإيمان هذه الطائفة من حيث بساطة المظهر والحياة الهادئة، حيث لا تسعدني أشكال الحياة الأخرى. كانت هيتي غرين سيدة أعمال ناجحة، نشطت بشكل رئيسي في قطاع العقارات واستثمرت في السكك الحديدية، وكانت مصدرا ماديا اعتمدت عليه مدينة نيويورك في عدة مناسبات، خاصة خلال الركود الاقتصادي الذي كان عام 1907. توفيت هيتي غرين عن عمر يناهز 81 عاماً في مدينة نيويورك، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بلقب أبخل شخصية في العالم، فيما قدرت ثروتها بعد وفاتها بين 100 إلى 200 مليون دولار، والتي جعلتها من بين أغنى النساء في ذلك العصر.